مكانة المرأة في الإسلام، ننطلق من الحديث الأجمل لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. نعم، هو يمكن الحديث ده جاي في خطبة الوداع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم. فإحنا لما نيجي نتكلم عن الإسلام عمل إيه للمرأة، لازم نعرف هي كانت عاملة إزاي قبل الإسلام إيه. يعني الكتب والتاريخ بيروي روايات يعني تفيد بعشوائية في المجتمع في التعامل مع المرأة، مفيش سيستم بالظبط كده في التعامل مع السيدات. يمكن لو قرينا رواية من العادات الجاهلية اللي كانت موجودة، عادة وأد البنات، ولقينا إن سببها بيحكي إن كان في راجلين غاروا على بعض، يعني كأنهم قاموا بحملة أو هجوم من واحد اسمه النعمان ابن المنذر ضد واحد تاني اسمه عاصم ابن قيس، وأخذ مجموعة من السيدات من قبيلة عاصم ابن قيس. فلما أخذها، خدها على سبيل الأسرة، فجه النعمان ابن المنذر بقى وصلوا لتفاوض وصلح علشان يرجع الستات اللي هي اتخذت من القبيلة التانية. فبدأوا يتفاوضوا مع السيدات مين ترجع ومين تقعد، فأخذوا بعض البنات وافقت أنها ترجع، وفي واحدة منهم ما رضيتش أنها ترجع، ممكن تكون زوجة عاصم ابن قيس ده أو بنته، يعني الروايات اختلفت، أنها ما رضيتش ترجع لأبوها أو لقبيلتها تاني. فجي عاصم ابن قيس سن قانون في القبيلة وقال أن أي بنت هتتولد هيقتلها أو هيوئدها، وبقى دي عادة في العرب في الجاهلية. مشهد زي ده اللي يبص له يلاقي قمة العشوائية، يا إما الستات المنتصرات هم مكرمات والمهزومات هم مأسورات، وفي فتيات بيتم أخذ قرار في حقهم بالوأد أو بالقتل أو الدفن حي. فلما نيجي نقول الإسلام عمل إيه للمرأة، الإسلام أنصف المرأة، حط سيستم للمجتمع، حط نظام مجتمعي يمشي عليه. والنظام بدأ من أصل الخليقة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلما يبقى الرجل والمرأة أو المرأة أو الأنثى مع الذكر فهم أصل الخليقة، يبقى كل اللي هيجي بقى في الخلق من إعمار الأرض ومن استخلاف ومن كل الحاجات الكونية اللي هتحصل، المرأة هتاخد شراكة فيها. صحيح. هو ده الأصل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فيبقى لما كانت المرأة أصل الخليقة: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يبقى إذن هي هتكون شريكة في هذا الاستخلاف. فالإسلام بقى لما حب يرتب مكانة المرأة في المجتمع ده في الوقت ده، بدأ بتصحيح المفاهيم المغلوطة. يعني نظرة بقى المجتمع للمرأة: لا، هي مش لم تكن شيئا. لما زي ما جت في بعض الروايات ان هي كانوا بيقولوا المرأة في المجتمع الجاهلي لم تكن شيئا، لان طبعا بيتاخد قرارات كتيرة في حقها. لكن الإسلام قال: لا، هي أصل الخليقة. وأكتر من كده، إن أي عمل صالح بتقوم بيه ربنا سبحانه وتعالى بيجزيها عليه خير وبيكافئها عليه. علشان كده ربنا بيقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إذن لما يكون المرأة هي يعني في تحت نظر الله سبحانه وتعالى بالأعمال الكويسة اللي هي بتقوم بيها، فمن باب أولى إن المجتمع بقى يرعاها. وبدأت الآيات القرآنية تحث أو تدعو إلى هذه الشراكة. يعني في البداية الأول خدت حق البقاء، لأنه ده ما كانش أصلا موجود بالزبط. إنها تبقى موجودة وإنها تبقى على قيد الحياة أصلا. نعم. في حدث. نعم. أبسط الحقوق. نعم. ما كانش موجودة. نعم. الإسلام كرم المرأة بإنها أصلا في البداية تعرف تعيش، تعرف تعيش وبعدين والعبادات بقى وصل بيها لإنها تاخد حقوق كاملة في كل حاجة، في العبادات، في الحياة الاجتماعية والمجتمعية، في الميراث، في كل شيء، من شخص لم يكن له الحق في الحياة. نعم. إلى أن يتقاسم مع الرجال.